ينشئ أول مدرسة موسيقية، وهو عز الدين عاشور اللي درس في معهد إدوارد سعيد للموسيقى ونقل تجربته إلى محافظته وكون أول مدرسة موسيقية وعليها إقبال كبير، نشاهد في هذا التقرير. بداية الموسيقى، أنا طبعا درست الصفوف الابتدائية في مدرسة الشروق في بيت جيلة، طبعا هي مدرسة خاصة للمكفوفين. كان في اهتمام في موضوع الموسيقى بهاي المدرسة، فمن هاي المدرسة بدأ حبي للموسيقى. بعد ما طلعت من مدرسة الشروق كان في انقطاع لفترة طويلة، يعني تقول ممكن لسن 15-16 سنة. حبي للموسيقى رجعني إلها بعد فترة، رجعت أنا أبحث وين ممكن أتعلم، وين ممكن أطور من قدراتي في الموسيقى. دخلت معهد إدوارد سعيد وتخرجت منه، واليوم زي ما وفيما بعد حتى تبعت دراستي في أماكن تانية، واليوم طبعا زي ما أنت شايف إن المركز هون مركز خاص لتعليم الموسيقى، زائد إن المعرض هون بنوفر جميع آلات الموسيقى ومستلزماتها لطلابنا ولغير طلابنا كمان. شغلي في الموسيقى يعني كان شغلي في تجارة آلات الموسيقى من قبل ما أفتح المعرض هون، ولكن حسيت إنه الخليل بحاجة لإشي زي هيك. يعني حسيت قديش في عنا مواهب موسيقية، وحسيت قديش في عنا ناس حابة تتعلم، بس ما فيش شيء حدا إنه يطور هالمواهب، ما في عنا مراكز مختصة بهالمجال. فكانت الفكرة يعني إنه نفتح مركز هون، هي طبعا كانت فكرة جريئة وكانت مغامرة، بس الحمد لله التوقعات يعني زي ما كنت أتوقع، وأحسن الناس حابة الموضوع ومقتنعة فيه وفي إقبال منيح علينا، والناس حابين شو منقدم. في مناطق يعني لساها مش متقبلة موضوع الموسيقى، في مناطق يعني في إقبال منها أكثر، بس بشكل عام الإقبال منيح. بتواجهنا مشاكل مثلا إنه الثقافة الموسيقية بشكل عام ضعيفة عندنا في البلد، يعني بتلاقي إنه الناس بعده مش مآمن إنه ابنه اللي عمره 7-8 سنوات ممكن إنه يتعلم موسيقى، فإحنا بنحاول نوعيهم إنه لا بالعكس هذا السن الأنسب. يعني أنت لما تجيب الطفل وهو بالسن هذا بيكون في عنده قابلية للتعلم، قابلية لأنك تزرع فيه اللي بدك إياه أكثر من أي وقت تاني، أو أكثر من لما يكبر. فهذه من المشاكل اللي بتواجهنا. في عندنا كمان إنه في عندك بعض الناس يعني بيعتبروا إنه الموسيقى مش هالإشي الأساسي، بتلاقيه بتطلع لها نظرة دونية. إحنا بنحاول نوعي الناس شو قيمة الموسيقى وشو تأثيرها على شخصية اللي بيتعلمها وعلى نفسية اللي بيتعلمها. يعني أنت لما تعطي ابنك فرصة إنه يتعلم موسيقى، ما بتتخيل قديش بيكون في تأثير إيجابي على شخصيته، قديش بتعزز ثقته بنفسه، قديش بتميزه بين زملائه وبين أقرانه من سنه. يعني اليوم مبسوط بالفكرة اللي أنا ماشي فيها، اللي هي فكرة إنه يكون عندنا مركز لتعليم الموسيقى، وطبعا زي ما حكيت هو المركز الأول، يعني الفكرة الأولى في محافظة الخليل. بحاول قدر الإمكان أطور من فكرتي يوم بعد يوم، بحاول أطور في هالفكرة اللي بديت فيها. بحاول إنه أعطي الطالب اللي عندي الفكرة صح قدر الإمكان، يعني قد ما بده يكون الموضوع، قد ما بده يكلفنا جهد وتعب، لازم الطالب ياخد عندي الفكرة زي ما لازم. وفي حال إن نجحت في موضوع المركز عندنا، يعني
في حال نجحت هالفكرة رح أكون كتير مبسوط. الموسيقى هي كل حياتي، يعني دائما بحكي هيك إنه أنا بشتغل في الموسيقى بأكثر من مجال. أول إشي عندي شغل تعليم، أنا بعلم الموسيقى عند طلاب، أنا بعطي على آلة القانون. في عنا موضوع شغل بيع آلات الموسيقى، برضو في عنا موضوع العزف، أنا كمان يعني هاي من الشغلات الممتعة لي. فهي يعني أنا الموسيقى كل حياتي، يعني إما إني بعزف أو بعلم موسيقى أو إني ببيع آلات موسيقى، وكل هاي شغلات ممتعة بالنسبة لي. يعني هي الأشياء اللي بلاقي متعتي فيها. كل آلة فيه لها خصوصية معينة، بتتميز في جانب معين، بس إنه في موضوع أذواق، إنه كل حدا شو بحب بيرتاح لشو، شو أكثر آلة بتشده. أنا من الناس اللي القانون أكثر آلة بتشد. موضوع العقبات يعني بالنسبة إلي كان في موضوع إنه ما كنا نقرأ نوت، يعني أنا كشخص كفيف كان بيلزمني دائما بحتاج إني أبذل جهد أكثر من غيري عشان أتعلم الفكرة اللي بدي إياها أو أوصل للإشي اللي بدي إياه، فكنت دائما بحتاج لجهد مضاعف. ولكن بالإرادة القوية الحمد لله يعني كنت أوصل للي بدي إياه.